بك من يوم في فارس باش يقدملكم نكتة تضحك كوميدي. قالوا ولد في العبد اللي قالوا جعفر الجسمي بين الفريقين التونسيين الاربيتر فارس العقريبي باش يقدملكم فينال كوب داير. قالت يا سيدي بن سيدي كيف العمر سلامة وجيت لي ماما. استنى ايش تحكي؟ انا قلت لك فينال اكيد كرتشم قالوا مرحوم السلامة مازال ما بديش الفينال. لحظة لا كرتشم تو 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 لحظة اي مروك بينا. قال لك مروك بينا مشيت تزوج عيدها تقوي نسيك الخالق حالة حليلة مفزوعة. قالت لها سلبية اسمك مفزوعة وشك اصفر. قالت له ولادي اصفر لا شي عشت ورجع لي من سيد راس وجهو اصفر لم دروا ضربوا ولا طوا انظر. قالت سبق الخير سبق الخير بنيتي بالك شي دار الدوح. يا ودي كنت كنت شو تحكي لي على شلبية على شنو حقا مالي اللي بنت بالي في سليب منقوبة وستي ما غير راسه ما غير راس الراس بقطع ملها. لا تبالي في سليب منقوب قالي روني تخوف بيا هنا طلالي كنت احسن جبت له سليب ازرق قالي لا ما جبنيش فما كان الاعمال بتاعي يشدوا من عندك منقوب تعمل في اشاري هنا طلالي في العومة تبيعها يبلي بالاحمر هنا طلالي كنت احسنش. يا ما تمك يا ما تمك لا ولا تمشي يا ما تمك شي مقوم انا شي مقوم انا هادي ولا شي مقوم شي مقوم ما بدحشمش انا شي مقوم شي مقوم هادي هادي شي مقوم راجي هاد من دار مشى لمرة اخرى قاصيبها بخير طول طولتها ما عندي خياطة لكن في شي مقوم احمر مسبك هنا طلع هادي ما بدحشمش ما بدحشمش انا هادي ما انت ليه ولا ما يجيب لك وجهي ما قلت لك اشي اقول لك شبي ولدك شبي خالك شبي عمك شبي جدك بعد عليا بعد عليا لك شتغطني بعد عليا بعد عليا شتي مقوب انا انت شتي مقوب انا انا يعني ما تحشمش يعني ما تحيش يعني ما تحيش